تعالى دلوقتي نشتغل على ايه؟ على قاعدة البيانات. انا هعمل قاعدة بيانات جديدة خالص اهو، نيو مايكروسوفت اكسس، وهسميها ايه؟ سوفت. هفتحها فاضية زي ما انت شايف، قاعدة بيانات ايه؟ فاضية. طيب انا عايز اعمل يعني اعمل جداول واوديها فين؟ اوديها للاس كيو ال. هقول له كرييت تيبل ديزاين، هسمي اي بيانات، ده تكست، زد هخليه نمبر، واي هخليه ديت ان تايم. اعتقد انه دي اهم الحاجات. هنعمل مثلا ام هنخليها كرنسي، عمله. دي اعتقد ايه اهم البيانات اللي احنا ممكن نحتاجها. ممكن نخلي مثلا الزد ده ايه برايمري كي، ونحفظ الجدول باسم ايه تيبل 1. اهو الجدول ده فاضي ولا مليان؟ فاضي. انا عايز اوديه لمين؟ عايز اوديه للاس كيو ال سيرفر بتاعتي. كل اللي عليه ان انا بتلك يمين عليه وبقول له ايه، وبقول له اكسبورت تو او دي بي سي داتابيز. تمام، اكسبورت تيبل تو او دي بي سي داتابيز، واقول له اوكي. هنا بيوديني سيلكت داتا سورس، مصدر البيت اللي انت هتشتغل عليه، بقول له ماشين داتا سورس، وبقول له نيو. تمام، بقول له اوكي، وبعد كده نكست. بختار من هنا مين؟ ال اس كيو ال سيرفر، مش كلاينت، لا سيرفر. نكست. هنا طبعا ايه درايفر، اقول له هنا فينش. هنا بيقول لك الاسم ايه، اقول له مثلا سميها لي سميها ايه، سميها عبده، او سميها مثلا ايه تيست. طبعا انا عايز اسم يكون ما اتعملش قبل كده، مثلا سميها ايه سوفت تيست. ديسكريبشن اكتب فيها اي كلام او سيبها فاضيه. السيرفر بتاعك اسمه ايه؟ السيرفر اللي انت هتتصل بيه ايه سوفت. ايه سوفت ده السيرفر اللوكال، عايز تتصل عليه مفيش مشكله. عايز تكتب الاي بي بتاعك مفيش مشكله. مش لازم. تمام، بقول له بعد كده نكست. تمام، وبقول له هنا ايه الاوثنتيكيشن بتاعتي بالاس كيو ال سيرفر اوثنتيكيشن. اللوجن بتاعي احنا عملنا اكونت اسمه اي سوفت، والباسورد بتاعه. وبعد كده بقول له نكست. بغير الديفولت داتابيس بتاعتي، بخليها مين؟ بخليها اي سوفت اللي احنا عملناها. شوف هو عرف كل حاجه، جاب كل حاجه لوحده. بقول له نكست، ودي نسيب الاعدادات الافتراضيه بتاعتي بدون ادنى مشكله. وبعد كده بقول له فينش، واقول له تيست داتا سورس. قال لي تيست تست كومبليتد سكسسفول، يعني الاتصال تم بنجاح. الحمد لله كده. وده هي اسمها ايه سوفت تيست، اسمها ايه؟ ايه سوفت تيست. وبقول له اوكي. هنا بيقول لي ايه؟ دخل الباسورد بتاعك عشان يبدا يحول لك الجدول ده يوديه هناك. واقول له اوكي. قال لي سكسسفولي اكسبورتد تيبل. كده انت بعت الجدول هناك بدون ادنى مشاكل. طب ازاي اتاكد الكلام ده صح ولا كذب؟ افتح الاس كيو ال سيرفر، اداه الاس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو، وادي اليوزر نيم والباسورد بتوعي، وادي الداتابيس، ادي الاي سوفت، وادي التيبل اللي ظهر تيبل 1. طب ممكن تفتحه لي بعد اذنك؟ ادي التوب 200 رو اهو، ادي الزد والاكس والواي والام. لحد الان في مشكله؟ الحمد لله ما فيش مشاكل. طيب هتعمل داتابيس جديده خالص تاني. دلوقتي انا دلوقتي صدرت، انا دلوقتي بشرح لك لو انت عندك جداول ازاي تصدرها لمين، ازاي تصدرها ل الاس كيو ال سيرفر. لو انت عندك جداول ازاي تصدرها للاس كيو ال سيرفر. طيب حلو. بس في مشكله بسيطه، لو في علاقات، الحقيقه العلاقات دي انا مش عارف اعملها ازاي في الاس كيو ال سيرفر يعني، فدي ممكن نشوفها بعدين. بس ايه، ممكن في مواقع معينه تخليك تكتب جمل الاس كيو ال سيرفر عشان تعمل علاقات. المهم يعني ايه، نقدر نوصل للفكره ان شاء الله بسهوله ويسر. دي ايه، ما هي الا يعني مرحله بدائيه. طيب هنا نعمل ايه؟ هنعمل تيست، نفتحها. وهنا اقول له ايه اكسترنال داتا. دلوقتي انا عايز استدعي البيانات من مين؟ من الاس كيو ال سيرفر. طيب هقول له الاودو الامبورت، يعني استدعي او استورد، واقول له لينك يعني اربط. ما تعملهاش امبورت، لا انا عايزها لينك، يعني ايه تربطهم ببعض بحيث ان انا دخلت البيانات هنا او هنا تسمع في الاثنين. اقول له اوكي.
ادي الاي سوفت تيست بتاعتي، اقول له اوكي. الباسورد بتاعي لازم اكد عليه كل شويه في الباسورد، اوكي. عفوا، ادي الجدول بتاعي اسمه دي بي او تيبل 1، وعلم صح على سيف باسورد واقول له اوكي. هيقول لي خد بالك انت الاتصال بتاعك مش متشفر، عايز تحفظ الباسورد. هقول له سيف باسورد، احفظه، مش كل شويه عايز ادخله. الخطوه دي مهمه جدا، لابد انك تختار الحقول اللي انت عايز يعني ايه to ensure data integrity and to update record you must choose a field or fields that uniquely identify each record. يعني بيقول لك ايه، بيقول لك تختار البيانات اللي هي بيكون فيها معرف فريد من نوعه، واخرك تختار 10 حقول، اخرك تختار 10 حقول. الحقيقة يعني انا مش فاهم النقطة دي كويس، بس اللي انا فهمته انك انت بتختار الريكورد ايدنتيفاير اللي هو المفتاح الاساسي، تختار مين المفتاح الاساسي. هنجرب مثلا ايه، نختار الزد فقط لا غير، ونقول له ايه، ونقول له اوكي. ايه اللي ظهر؟ ظهر عندي الجدول بتاع الاس كيو ال سيرفر اللي اسمه تيبل 1، افتحه. ده الجدول بتاعي هنا، الزد اللي هو ايه، اللي هو المفتاح الاساسي. انا لو دخلت في الديزاين، ده مفتوح للقراءة فقط، ينفع اضيف عليه؟ ما ينفعش. انت بقول لي انت عندك حقل موجود، طب في بيقول لك ما يقدرش يحفظ لانه الجدول ده معمول ايه، معمول لينكد. يعني ايه معمول لينكد؟ يعني مربوط ربط، مش جدول اساسي في الاكسس. طيب انا عايز ادخل بيانات دلوقتي في الاكسس، اشوف هتوصل للاس كيو ولا لا. هدخل مثلا رقم 1 هنا، مثلا احمد هنا، مثلا 10/11/2017 هنا، مثلا 200. لو دخلت هنا 1 علي 1/1/300 ونزلت تحت، هو المفروض ما يقبلش لانه ده مفتاح اساسي. يعني هنشوف واحد تاني زد اي بيانات تانية ونقفل. طيب هنشوف كده هل البيانات هتقبل تروح هناك ولا لا. هنفتح الاس كيو ال سيرفر، ندخل الباسورد، ادي قاعدة البيانات بتاعتي الاي سوفت، وادي التيبل، وادي التيبل ده هقول له ايديت اول 200 صف. هنا المشكلة انه ايه، البيانات قبلها بدون ادنى مشكلة، لانه اكيد الحقل ده مش معمول برايمري كي في الاس كيو سيرفر. المهم عامة، المهم انه ايه، البيانات بتاعتي وصلت، ده اللي يهمني ان البيانات بتاعتي ايه وصلت. هنا ممكن ندخل في الديزاين، هنا allow nulls ممكن نقول له لا. identify لو خلينا yes مش راضي يقبل. انا مش عارف هنا ازاي بيخلوها primary key، طيب مش عارف كده هيقبل ولا مش هيقبل معايا. هنا مش راضي يحفظ البيانات، اكيد عشان البيانات متكررة اكيد. طب هنقول له edit، ونقول له ده delete وده delete، اقفل، ادخل في الديزاين تاني، خليلي ده identity الزد، تمام كده. كده اصبح identity، حلو خالص. اقفل يس،
مش راضي يحفظ ليه؟ لا أدري. مش راضي يحفظ ليه؟ لا أدري. طيب عامة نبقى نشوف حل للمشكلة دي، لأنه طبعا الموضوع هيقابلنا فيه مشاكل كتير، لأن أنا ما عنديش خلفية كبيرة في الـ SQL Server، بس أهو هنتعلم مع بعض يعني. المهم دلوقتي إن أنا قدرت إن أنا أوصل البيانات للـ SQL Server، قدرت أوصل البيانات للـ SQL Server. طيب حلو خالص، لو أنا دخلت بيانات من هنا هنا مثلا، قلت له 2 بالعربي كتبت عبد العاطي، 1/1/2012، 300 كده، البيانات اتحفظت بدون ادنى مشاكل. موجود دلوقتي لما افتح الاكس ده الاقي مين؟ الاقي عبد العاطي، صح ولا لا؟ عبد العاطي موجود والباقي اتحذف، عبد العاطي موجود والباقي ايه؟ والباقي اتحذف. يبقى كده انا قدرت اربط قاعده البيانات. دلوقتي انت كل اللي عليك انك تقدر تعمل شير على الشبكة المحلية بدون مشكلة، تقدر تعمل شير على الانترنت بدون مشكلة. ان شاء الله هعمل لكم تجربة حية ازاي اقدر اشارك البيانات دي ما بين جهازين عبر شبكة الانترنت. هعمل لكم تجربة حية بالتيم فيور مع صديق، ان شاء الله يعني انتظروني. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.